في الصبح بننزل على الحواش، نضل الظهريات تقريبا، والحمد لله الموسم منيح الحمد لله. صحيح في عالم تضررت من الموسم ضعيف شوي وهيك، بس الحمد لله يعني العالم مبسوطة انه كبداية الصيف، انه اول للمزارع اول مشروع بيجي انه يتجرن هيك، واحيانا مثلا بينزل شوي السعر بيطلع، بس الحمد لله مستورة والعالم مبسوطة يعني. نجي لهون بنحوش جرنك، حواشه طيب وممتع يعني، بس قبل يعني قبل كان حواشه اطيب من هلا، لا باعتبار يعني ما بضل له هالاسعار هاي، او بس باعتبار يعني انه ممتع حواشه طيب وعادات وبركات ولمات. نتيجة السقعة والتلج شوي آخر يوم ما في موسم زيادة، بس الحمد لله نحن مبسوطين لأنه عم نشتغل بأرضنا وبرزقنا، والأمور إن شاء الله أحسن وأحسن، وعم نفلح الأرض وعم نجيب دواء وعم نجيب سماد، ونحن إن شاء الله وتعالى آخر يوم متأملين خير إن شاء الله وتعالى أنه المواسم الجاية بتكون أفضل وأحسن بإذن الله.